السلام عليكم، معكم عماد من تونس. أصدقائي، قبل بداية هذا الفيديو أرجو منكم الاشتراك في قناة الطفل أمين، وهو طفل موهوب في تربية الطيور. سوف تجدون رابط لقناته أسفل هذا الفيديو، الرجاء الضغط على الرابط والاشتراك في قناته. نرجع إلى موضوع هذا الفيديو الذي يهتم بخلطتي الخاصة التي أقدمها في العادة لطيوري، طيور الحسون الكناري. سوف نتعرف عليها وكيف أقوم بتحذيرها وتقديمها لطيوري. الآن سوف نشاهد معا أصدقائي أولا هذه الحبوب العادية التي أقدمها دائما لطيوري، خلطة متوازنة فيها عدة أنواع من أنواع الحبوب. نشاهدها الآن، هذه خلطتي الخاصة. سوف الآن أقوم بوضع بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية معها لتكون خلطة جيدة وصحية لطيوري أصدقائي. في البداية سوف أقدم ملعقة زيت زيتون. زيت زيتون جيد جدا أصدقائي للطيور والبشر والحيوانات. أضيف ملعقة زيت زيتون على كيلو جرام من هذه الحبوب أصدقائي. ثم بعد ذلك سوف استعمل هذا المكمل الغذائي الايطالي ما شاء الله، فيه عديد الفيتامينات كما سوف نشاهد الان. هذه العلبه تزن 4 ملغ، اقدمها دائما مع خلطه الحبوب. نشاهد ماذا فيها: فيتامين ا دي 3، فيتامين او، فيتامين سي، فيتامين دي. يعني ما شاء الله هذه الخلطه، بعد ان نضيف اليها هذه المكمل الغذائي، نضيف حوالي نصف ملعقة على كيلوغرام. أصدقائي، إذا لم تجدوا هذه المكملات الغذائية ممكن أن تضعون زيت الزيتون، ممكن أن تضعون كذلك بعض الفيتامينات الأخرى الموجودة في بلدانكم. الآن سوف أضيف ملعقة من هذا المكون السحري أصدقائي بين قوسين. هذه القارورة فيها زيت السمك، تجدوه ممكن في الصيدلية، فيها كذلك معها زيت الثوم والكليل والزعتر. نضيف حوالي ملعقة. بعد أن نضيف هذه الخلطات سوف الآن نقوم بخلطها معا أصدقائي، ونبقيها حوالي ليلة كاملة حتى تكون رائحتها رائحة قوية. وهذه الخلطة أصدقائي عندما نقدمها لطيوري على مدار السنة سوف تكون طيور في صحة جيدة، وكذلك سوف تجهز باكرا. الآن نقدمها لطيوري، أقول لها بالشفاء أصدقائي. وفي الأخير أقول لكم السلام عليكم.